اهلا بيكو. ده الجزء التاني من محاضرة الستوري بورد. احنا دلوقتي بنتكلم على ايه التولز المتاحة لينا علشان نحط فيها المعلومات اللي احنا عايزين نحطها، سواء اللي احنا مجمعينها عن طريق الكيوريشن او اللي احنا مخلقينها اونلاين او اوفلاين، ونحطها في شكل منطقي يتعرض قدام المتدرب او الطالب. اتكلمنا عن الويكي والبلوج، دلوقتي عايزين نشوف الويب سايتس ممكن نعمل بيها ايه وازاي ممكن نعمل ويب سايت. الحقيقة طبعا كلمة ويب سايت ساعات بتبان كما لو كانت حاجة كبيرة وصعبة ومعقدة، والحقيقة ان في شغل كتير ممكن يتعمل من خلال تولز كتيرة تطلع لنا ويب سايت بشكل معقول بشكل مقبول، في امكانيات كويسة قوي من غير ما ندخل في التكنيكال ديتيلز اللي هي محتاجة ويب ديفلوبمنت. الويب ديفلوبمنت دي حدوتة بقى، مش شغلتنا خالص، دي شغلانة ناس متخصصين ليها، واذا احتاجنا لها بنجيب حد بتاع ويب ديفلوبمنت يعمل لنا الويب سايت اللي احنا عاوزينه. فاحنا دلوقتي هنتكلم على الويب سايتس اللي ممكن نخلقها بنفسنا. قلنا قبل كده ان البلوج والويكي بيطلعوا لنا حاجة زي الويب سايت، لكن كلمنا عن وورد بريس في البلوجز. الحقيقة وورد بريس برضو ممكن تعمل عليها ويب سايتس جميلة جدا وشكلها بروفيشنال من غير ما انت تكون ويب ديفلوبر. انا ان شاء الله هكلمكم اكتر على الجوجل سايتس. جوجل سايتس ده حاجة برضو تقدر تعملها من خلال الجوجل اكاونت بتاعك، بتطلع بيها ويب سايت ويب سايت ويب سايت، وتحط عليه الماتيريال بتاعتك وتحط عليه امكانيات حاجات كتيرة، وتعملها ببلشنج ويقدر الناس يدخلوا عليها. فهنا انا دي الصفحة الرئيسية في جوجل سايتس، او لما تفتح ويب سايت جديد. خليني بقى اروح معاكم ونحاول نعمل مع بعض ويب سايت. مبدئيا انت بتخش لو من الجوجل اكاونت بتاعك، بتخش على ايه؟ بتخش على sites.google.com، وده يفتح لك النقطة اللي تقدر تخلق من خلالها ويب سايتس. لو تلاحظ انا عندي مجموعة كبيرة من الويب سايتس، وان كانوا كلهم بيشتغلوا مع بعض، لكن دي حدوتة تانية مش موضوعنا دلوقتي. فكرة ان انت دلوقتي تقدر تخلق نيو ويب سايت عن طريق الاد دي، create new site، هندوس عليها. تاني انت دخلت على sites.google.com، وده من خلال الجوجل اكاونت بتاعك، وعملت ادنج لنيو ويب سايت. اوكي، اول ما هيجيلك الصفحة زي اللي شفناها على البرزنتيشن من شوية. الصفحة دي لو تلاحظ المفروض ان هي صفحة الهوم بيج بتاعتك. تقدر تدي اسم للويب سايت، فلنقل مثلا ديجيتال كونتنت. اوكي، والهوم بيج دي اديها الاسم اللي انت عاوزه، ماي ويب سايت هنا. اوكي، وبعدين كمان تقدر تختار صور او غيره تحطهم في الباك جراوند، ان سيلكت ايمج او نابلود ايمج من ضمن الحاجات اللي موجوده عنده او من الجوجل درايف بتاعتك. انا مثلا هنا غيرت، هختار واحده من الصور اللي هو حاططهم، حطها في الباك جراوند، وكمان بيظبط لي البرايتنس والكلر كونتراست علشان الكتابه والصوره يبانوا مع بعض. دلوقتي انا عندي عايز احط مثلا insert text، احط text box ابتدي اكتب فيه اوكي this is my first website. هنا برضو عملت انا spelling mistake. اوكي، تعال على دي، ممكن بقى هنا نقول له غير لي ده من normal text خليه heading. اوكي، وده خليه title مثلا. اوكي، طبعا المفروض title يبقى فوق الheading، بس يعني هنقبلها كده من بعض. وبعدين هقول له insert image. اوكي، select image،
من اي حاجة عندنا، ممكن هاخدها انا من الجوجل درايف بتاعتي. اوكي شوف مثلا على حاجة لها علاقة بـ Academy of Knowledge، مثلا خليني احط فين انهي صورة، اي صورة من دول، فلنقل مثلا الصورة دي. اوكي حطها لي. اوكي وبقى اقدر احركها يمين وشمال. اوكي اوسطنها في الصفحة، وهجيب التكست دي احركها كده شوية. اوكي غيرت مكانها، وممكن انزل التكست تحت يبقى بالدراج اند دروب على طول، وممكن بعد كده احط حاجة تانية مثلا من السلايدز بتاعتي اللي على الجوجل درايف. اول ما افتحها هنا هيجيب لي الليتست، وادي مثلا احنا بنتكلم في الستوري بورد، هحط الستوري بورد هنا. اوكي احط ادي تظهر لي السلايد. كل ده انت بتعمل حاجات بسيطة جدا ما فيهاش اي ويب بروجرامينج. اوكي ودي النقطة المهمة، ان انت بتقدر تخلق صفحات وتعمل فيها اللي انت عاوزه. طيب انا قلت كلمة صفحات، احنا كل اللي شغالين فيه دلوقتي صفحة واحدة. هنيجي هنا الايمج هنا على البيج ونقول له اد نيو بيج. اوكي واسمها ايه؟ سكند بيج. اوكي وانسى عملت سكند بيج، طلعت لي الصفحة، استخدم نفس الصورة، ممكن اغيرها وتبتدي تقدر تحط عليها حاجات تانية جديدة من اللي انت عملتهم قبل كده او الحاجات اللي هتعملها شيرنج. تعالى كده بقى مع بعض نروح نعمل شيرنج، كمان عايزين نمبد فيديو او نمبد تكست. تعالى هنروح دلوقتي على يوتيوب. اوكي وهندور المفروض على فيديو. الفيديو اللي هندور عليه ده عايزين نحطه على الويب سايت بتاعنا. اوكي سي مثلا ايه، هات هنا والله ما طلعت شمس ولا غربت اغنية. اوكي هناخدها ونعمل شيرنج من هنا. خلاص هاخد الامباد كود، شايف الامباد كود، الامباد كود دي كوبي. اوكي نعملها كوبينج هنا. خلاص كوبيت، خلاص اوكي انتهى. دلوقتي عايزين نطلع من الصفحة دي ونرجع للويب سايت بتاعنا ونقول له ايه، امبيد كود. خلاص اول ما تحطها سوري نكست هيظهر لي الامبيدد ماتيريال واقول له انسيرت هيحطها. طبعا هنا انا عملتها بالطريقة اللي مش مباشرة، وهي ان انا اعتبرت ان انا بحط امبيدنج، بينما هو عنده اوريدي هنا من الاوبشنز ان انا احط حاجة من اليوتيوب دايركت. المهم ان الفيديو ظهر عندنا ونقدر نشتغل عليه او نشيله او. انا عايز الحقيقة في الامبيدنج اروح معاك على لينكد ان، اروح معاك على لينكد ان ونحاول نمبد السلايدز اللي كنا رفعناها من شوية. هنيجي هنا نقول له ايه شير. اوكي هتلاقي هنا الامبيد كود اهي، ادوس عليها واقول له باليمين اقول له كوبي. اوكي واخدها واحطها هنا برضو عن طريق الامبيد اوبشن بتاعتنا. امبيد كود. اوكي ونكست ظهر لي واتس جوينج تو بي امبيدد وانسرت. اوكي
هنا برضو ده ايه طريقة من الطرق حطينا بيها السلايدز بتاعتنا وحطينا لها دي لو هي سلايدز على سلايد شير مش موجودة على جوجل درايف اساسا. طبعا احنا قلنا ان احنا ممكن اوريدي السلايدز بتاعتنا تبقى موجودة على جوجل درايف ونخليها من الاصل على جوجل درايف. انا عب بغير في الحجم بتاعها وشكلها جست لمجرد ان ايه يعني تشوف ان احنا نقدر نلعب. طيب يجي دلوقتي الخطوة اللي بعد كده عايزين طيب الكلام ده شكله ايه. تقدر تبص هنا وتشوف تعمل ما يسمى بالبريفيو. بريفيو بيفتح لك الصفحة زي ما هتشوفها على الويب براوزر اوكي، وده اللي هيظهر المفروض لو انا بتفرج من على الويب براوزر اوكي، واقدر ارجع لصفحة الهوم ده اللي هيبان بالظبط قدام اي حد بيتفرج. مش بس كده برضو عندك فرصة ان انت تروح تشوف طيب ده لو مفتوحة على تليفون هيبقى شكلها ايه. طيب هنا البراوزنج على التليفون شكله ايه، بيبقى عن طريق دي اوكي. اتخش من الصفحة دي للصفحة دي، يبقى انت دلوقتي شفت how is it going to look like لو ان هي متخلقة من على ايه متخلقة على جوجل سايتس. طيب عايز اعمل publishing بقى، ادي الزرار بتاع publishing اوكي. تقدر تختار اي اسم انت عاوزه للويب ادرس بتاعك هنا. المفروض say مثلا ايه test site اوكي، هيقول لك اوكي anyone can see it yes لا test site is taken test site xx اوكي taken برضو text site 991 الحكاية. طيب بلاش test site توفيق النهاردة كام 1/10 اوكي اعتقد ده مش تيكن اوكي. طيب ونقول له ايه publish. وانس انا عملت publish ده بقى available دلوقتي على النت اوكي. ومش بس كده انا دلوقتي بقدر اروح بقى على الهوم بيج اوكي واخد اللينك دي لو دوست هنا اوكي بيديني الادرس بتاع الويب سايت كوبي اللينك واقدر احطها في اي حاجة احنا عاوزين. طيب انا عشان بس ما اطولش عليك احنا كترنا في الكلام هنا مع بعض، خليني ارجع اختصر اللي احنا عملناه. احنا عملنا ويب سايت باستخدام جوجل سايتس، ويب سايت بسيط عبارة عن صفحتين، عملنا امبيدنج لبعض الحاجات فيه بريزنتيشنز فيديوز فايلز، حطينا تكست حطينا صور، وبعدين عملنا له ببلشنج وعملنا له بريفيو. كل ده انت تقدر تعمله ووسع زي ما انت عايز. الحقيقة يعني التجربة معايا انا بستخدم جوجل سايتس بقالي سنين، وجوجل سايتس الحقيقة قوي جدا وبيديني امكانيات حلوة جدا، ما بحتاجش اعمل كمبيوتر، ما بحتاجش اعمل ويب ديفلوبمنت، لا بكتب HTML ولا PHP ولا اللغات بتاعت البروجرامينج دي اللي هي ممكن تكون تعرفها او ما تعرفهاش، بس انا مش محتاج اكتب الكلام ده عشان اعمل الويب سايت. والويب سايت بيؤدي الفانكشن بالنسبة لي باعتبار ان اغلب الفانكشنز بالنسبة بالي هي ان انا بعمل كورسات واعمل لها ببلشنج. فانت دلوقتي المفروض تروح وتجرب جوجل سايتس لان دي الاساينمنت بتاعتنا، علشان بعد كده ان شاء الله في الفيديو الجاي هنروح نتكلم على الليرنينج مانجمنت سيستمز اللي هي ال ام اس. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله.